كشف تركي حميدان التركي نجل المعتقل السعودي في السجون الأمريكية حميدان التركي عن تحديد موعد جديد للنظر في قضية والده ضمن إطار الإفراج المشروط. وقال التركي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر إن لجنة الإفراج المشروط في كولورادو حددت موعد جلسة لوالده حميدان التركي في 2 مايو المقبل، وذلك بعد 15 يوما من الآن، داعيا الله عز وجل أن يكتب له الفرج. اللهم آمين. وأوضح أيضا نجل المعتقل السعودي في الولايات المتحدة أن هذه الجلسة هي نفس الجلسة التي تم تأجيلها قبل سنتين، والخيارات أمام والد حميدان التركي إما الإفراج أو التأجيل أو الرفض. إذن خالد والمشاهدين الكرام، قضية حميدان التركي هي إحدى القضايا السعودية البارزة على شبكات التواصل منذ طرحها خلال الأعوام الماضية. نبدأ تفاعلكم حيث موضي بنت عبد الرحمن غرد الداعية تقول: حميدان التركي اللهم سخر له جنود الأرض وملائكة السماء، اللهم فرج عنه وكن له خير معين، يا من لا يعجزه شيء في السماوات والأرض، يا أكرم الأكرمين. بالفعل محمد شيء جميل، وإن وقفت الجميع تجاه حميدان التركي من دعاء وغيره. عبد الله مهدي يقول: اللهم أسعد قلوبنا برجوع أخي حميدان إلى دياره وأهله، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. حميدان التركي هو هاشتاك كان حاضر في الترند. كما ذكرنا في التغريدة القادمة تظهر تفاعل الشعب السعودي بكافة اهتماماته مع هذه القضية، كاتب الاقتصادي خالد العلكمي يقول: لجنة الإفراج المشروط في كولورادو تحدد موعد جلسة حميدان التركي 2 مايو، نسأل الله أن يفرج كربه ويفرح أسرته ومحبيه بعودته، اللهم آمين. اللهم آمين. بالفعل أخوي محمد كان تفاعل كثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي منها تويتر، كان هناك في ترند أمس ومازال حتى اليوم حاضر في أولى الأكثر الأوسوم الأكثر تداولا في تويتر. صحيح خالد. إذن أيضا مشاهدينا ما زال لدينا مقطع ورد في ساعة حوار في مداخلة سابقة للمعتقل حميدان التركي فك الله أسره، دعونا نشاهد جزء منها. أما بعد، إلى من نورت قلبي نورا، وإلى من أروت عروق فؤادي أروى، نوركم الله بالإيمان وأرواكم الله بالإحسان، وجزاكم الله عني خير الجزاء على تحملكم المصاعب والمشاق بالتخفيف عن أبيكما بعد أن زاد الظلم سجنه وقسوة سجانه، وشكر الله لكل من كان سببا في تسهيل أمركما وزيارتكما من أهل وجامعة وأحباب، وجزى الله سفارة خادم الحرمين في واشنطن عنا جزاء الخير على حسن اهتمامهم وتسهيلهم لكل العقبات. إذا نعود لكم مجددا مشاهدينا ونهتم بالحديث بشكل أكبر عن هذه القضية والتطورات التي نراها عبر وسائل التواصل. معنا على الهاتف الأستاذة نورة بنت حميدان التركي ابنة حميدان التركي فك الله أسره، حياك الله أستاذة نورة. الله يحييك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بداية نسأل الله عز وجل أن يرد إليكم والدكم ردا جميلا ويقر أعين الجميع بعودته بإذن الله سالما غالما إلى أرض الوطن الحبيب. بداية، ما هي آخر المستجدات في قضية والد الجميع حميدان التركي؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لكم لتفاعلكم مع قضية الوالد. آخر مستجدات الوالد اللي الزيارة اللي قمنا فيها أنا وأختي أروى، واللي تحدث فيها عن معاناته اللي كان يواجهها خلال آخر 5 سنوات. ثانيا، في عند الوالد جلسة اسمها جلسة الكرول اللي راح تكون في مايو 2، اللي تقريبا بعد 15 يوم. جلسة الكرول هذه هي تكون تمنح للسجين اللي تكون محكوميته من مدة إلى مدى الحياة، فإذا انتهت هذه المدة المشروطة اللي هم وضعوا له يبقى له مدى الحياة، فتعرض على لجنة البرول أن السجين يسمح له أن يخرج بإفراج مشروط، أو أنها ترفض وتؤجل إلى مدة 2 سنين، أو أنها ترفض تماما. فإحنا يعني سبق للوالد أن قدم على جلسة البرول عديد من المرات، وكانت كلها تأجيل 2 سنوات، وأملنا بإذن الله أن تكون هذه من صالحنا. طيب أختي نورة، الإفراج المشروط اللفظ هذا تحديدا إيش معناته بشكل بسيط؟ الإفراج المشروط هو طبعا بتهمة الوالد. نعم. بهذه التهمة محددة أنه يكون فيه برنامج تأهيلي
يقوم يدخل فيه السجين. فيعني فهم يقولون ان احنا راح نفرج عن حميدان تركي، ولكن شرطنا انه يدخل هذا البرنامج التاهيلي. بالنسبه لهم هذا برنامج تاهيلي يؤهل السجين انه يخرج للمجتمع وبس يعني. تمام استاذه نوره، اسال الله عز وجل ان يكون 2 مايو المقبل نسمع اخبار باذن الله تعالى جميله وتسر المجتمع وتسركم انتم تحديدا أسرة حميدان التركي، نسأل الله عز وجل أن يرده إليكم سالما غانما بإذنه تعالى. شكرا على كرم المداخلة، وأيضا حقيقة خالد نشكر جميع أفراد أسرة حميدان التركي الذين دائما يقفون مع أخباركم في إيضاح هذه المستجدات. إلى الخبر.